وعبر سكايب ينضم إلينا صهيب جابر الصحفي من غازي عنتاب. أستاذ صهيب أهلا بك. ترامب يؤكد أن الوحدات الكردية ستعلن النصر على داعش خلال أسبوع، لكن كيف هي الأوضاع فعليا على الأرض، خاصة وأن العديد من المدنيين لا يزالون محتجزين في آخر جيوب التنظيم؟ نعم، بداية أحييكم أستاذ مشاهدي أوريان. طبعا هذا الإعلان هو غير مستغرب، بالفعل من الممكن خلال يعني فترة قصيرة جدا أن يعلن إعلاميا النصر على تنظيم داعش، ولكن التنظيم ما زال يعني يسيطر على أجزاء من دير الزور وأجزاء من سوريا وفي بلدان أخرى أيضا، يعني لم ينجلي منها التنظيم بعد، ولكن هدفهم هو القول بأن مهمة الولايات المتحدة قد انتهت في سوريا، وبالتالي تحقيق ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة عدد من القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة بهدف طبعا مكاسب سياسية في الحرب السياسية التي يخوضها داخل أروقة الإدارة الأمريكية، والقول للشعب الأمريكي بأنهم قد أعادوا أبنائهم إلى الولايات المتحدة إلى وطنهم بحسب وصفه في عدة تصريحات، بينما التنظيم ما زال متواجد في دير الزور في منطقة يعني ليست ببعيدة عن الباغوز غرب الفرات، وأيضا بخلايا نائمة، يعني حتى التحالف الدولي ينفذ عمليات خلال الفترة الماضية كان في عدة نقاط سواء في الحسكة أو في دير الزور، ما زالت هنالك مجموعات سرية لتنظيم داعش يعني تنفذ عمليات بين الفينة والأخرى. والهدف من هذا الإعلان طبعا أيضا من تأخير الإعلان بحسب ما صرحت قسد بأن العملية عملية القضاء على داعش بشكل كامل قد تتأخر، ولكن كانوا يبررون طبعا التصريحات السابقة بأن التنظيم سوف يقضى عليه خلال أسبوع. هذه التصريحات هدفها التغطية على ما يحدث الآن في بلدة الباغوز وعلى آخر جيوب تنظيم داعش من الاتفاق المبرم بين الطرفين. يوم أمس وصلتنا معلومات أن التنظيم سلم أكثر من 24 عنصر كان قد أسرهم من قسد سابقا، سلمهم التحالف الدولي وقسد، وأيضا خرج عدد آخر من مقاتلي تنظيم داعش وعوائلهم وأعداد من المدنيين من المنطقة. إذن الاتفاق قد نفذ بالفعل، ووجهة التنظيم الفعلية يعني للأسف ما زالت هي اتباع استراتيجية المجموعات خلال الفترة. أستاذ صهيب، نعم، هذا النصر الإعلامي على داعش سيكون له ربما تبعات إيجابية على السياسة الأمريكية في الداخل الأمريكي، ولكن ماذا ستكون تبعياته على الأراضي السورية، خاصة مع استمرار وجود تنظيم داعش هناك؟ طبعا الولايات المتحدة والتحالف الدولي وبشكل عام هذه هي السياسة التي تتبعها دائما، ما تعلن حتى سابقا في العراق النصر على تنظيم داعش أنها قد حققت أهدافها من المجيء إلى المنطقة، ولكن الأهداف الحقيقية هي المصالح، مصالح استراتيجية بالدرجة الأولى، مصالح مادية أيضا في بعض الأحيان، وبعد ذلك ترك قواعد في المنطقة. يعني حتى إن سحبت القوات الأمريكية من المنطقة فهي سوف تترك القواعد خلفها، وقاعدة التنف في البادية أيضا التي يعني متفق أن لا يتركها الجيش الأمريكي ويبقى فيها تبقى فيها قوات، بالإضافة إلى القواعد الأخرى التي سوف يبقى فيها التحالف الدولي. إذن النتيجة من وراء هذه التصريحات هي مكاسب كما تفضلتي، مكاسب سياسية أمريكية حزبية بالنسبة لداخل جسم الإدارة الأمريكية، ومضار للشعب السوري وللشعب العراقي قبله ولشعوب أخرى دخلت إليها طبعا القوات الأمريكية. الآن هذه الصفقة هي في المراحل الأخيرة، لا أحد يعرف يعني حقيقة ما هو سبب توقيت هذا الاتفاق المبرم الذي يضمن شروط مريحة لتنظيم داعش حتى اللحظة، والجميع يطالبون بتبرير من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي وقسد لماذا الآن بعد أن بقي أقل من 100 مقاتل موجودين في هذه المنطقة مستسلمين بحكم المستسلمين يبرم مثل هذا الاتفاق، شريطة أن يوجه هؤلاء الإرهابيون من داعش إلى مناطق منبج ومنها إلى مناطق الجيش الحر. إذن بالنتيجة، هل نتوقع إذن أن يستجمع التنظيم قواه من جديد ويعود لتنفيذ الهجمات الإرهابية؟ هذا ما صرح به حتى يعني مسؤولين من ضمنهم المفتش الأول في البنتاغون، وقال أن التنظيم يعني ما زال لديه أكثر من 5000 مقاتل وهو يسيطر على 3000 كيلومتر مربع، وسوف يعيد رص صفوفه خلال فترة
وأن إعلان الرئيس الأمريكي منتقدا طبعا إعلان الرئيس الأمريكي عن نهاية تنظيم داعش، إعلان الرئيس الأمريكي جاء مستعجلا، وأن التنظيم يستطيع إعادة هيكلة صفوفه خلال فترة قصيرة فيما إذا انسحب الجيش الأمريكي بشكل كامل، هكذا بحسب وصف يعني المفتش الأول في البنتاغون. إذن الإدارة الأمريكية نفسها هي تعرف بأن التنظيم يعني من الصعب أن يقضى عليه إلا إذا ما أرادت الأجهزة الاستخباراتية التي تشغل قادة التنظيم الذين لا يعرفهم أحد يعني حتى اللحظة ومنذ العام 2014 لا يعرفهم أحد يعني من حتى المقاتلين من داعش. هذه الأجهزة إن قررت أن تنهي عمل داعش عمله الوظيفي باتباع هذه الأجندات وتنفيذها على الأرض، نعم هنا سوف ينتهي التنظيم، ولكن للأسف هذا لا يحدث. نعم، صهيب جابر الصحفي من غازي عنتاب، شكرا لك.